على ذكر هذا الأمر وعلى ذكر أيضا المطالبات بتوثيق تسجيل هذه الأكلات وحماية التراث، مصر عندها خطة مهمة جدا لتوثيق الطعام المصري كتراث غير مادي في اليونسكو. قريب قوي هنشوف الفول والكشري وغيرهم من الأكلات المصرية ضمن قوائم التراث غير المادي باليونسكو. خلينا نتعرف على تفاصيل عن هذا الأمر. الدكتورة نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة لشؤون التراث غير المادي وممثلة مصر باتفاق التراث غير المادي باليونسكو، معنا عبر الهاتف مباشرة. أهلا بحضرتك يا دكتورة، صباح الخير. صباح الخير، أهلا يا فندم. يعني في البداية خلينا نتعرف على أهم الأكلات المصرية اللي بالفعل يمكن تسجيلها في اليونسكو. سجلنا حاجة ولا لسه هنسجل؟ لا، الحقيقة الأول أقول لحضرتك صباح الخير. إحنا لسه ما سجلناش أكل. إحنا مصر ليها 7 عناصر مسجلة على اتفاقية تنظيم التراث الثقافي العالمي، لكن هو ما ليس من بينها الطعام. يمكن في حرف، في فنون أداء، في تحكيب، في أرجوز، في النسيج، لكن لسه ما قدمناش. وعلى فكرة إحنا بيجينا مطالبات دلوقتي من ناس ممارسين شعبيين ومن الناس العادية جدا بإنه سجلوا الأكل، عايزين يسجلوا. بالتحديد بيجيلي دايما طلبات سجلوا الكشري. واحنا طبعا في طريقنا الى اننا لازم ندخل حاجه من الاكل المصري في التراث. وعلى فكره برضو بالنسبه للدول العربيه كتير ما حدش سجل اطعمه كتير غير الكسكسي مثلا اللي هو في شمال افريقيا، والقهوه دايما القهوه ليها جزء كبير لان طبعا مرتبطه بعادات وتقاليد كثيره جدا في بعض الدول العربيه، واحنا بنفكر ننضم الى ملف القهوه لان لدينا ايضا في بعض المناطق تراث مرتبط بالقهوه. طب يعني معوقات التسجيل ايه او التحديات ايه يا دكتوره؟ يعني دايما بيقولوا احنا لسه ما سجلناش، دايما بنحاول. واضح ان الموضوع ده علشان تثبته لليونسكو يعني بياخد جهد كبير، ما اعتقدش ان في جهد او يعني في اثبات اكتر من المعابد والكلام اللي قاله الدكتور شريف لا يعني هو جهد هايل، جهد كبير جدا علشان نسجل عنصر. بس عايزه اقول واستغل فرصه ان انا مع حضرتك واقول انه ليس كل ما نتمنى ان نسجله هنقدر، لانه في كاباسيتي معينه، يعني في احنا محدودين بعدد العناصر. اولا الدوله ما تقدرش تقدم غير عنصر واحد كل سنتين. فهل تتخيل حضرتك ان تراث مصر بكل الزخم اللي فيه، بكل الطلبات اللي بتجينا من المجتمعات المحليه، وده مهم جدا. لكن اليونسكو، لان هو احنا بنقيم في اليونسكو وانا احد اعضاء لجنه التقييم فيه، احنا بنقيم كل سنه 60 ملف. 60 ملف ده كتير، بس كمان لازم تعرف حضرتك ان الاعضاء في الاتفاقيه 183 دوله. فالسباق يعني محتدم. فبنلاقي ان احنا السنه دي احنا عايزين نسجل، عايزين ندخل نقش على المعادن، كمان بنعيد ملف عن اله السمسميه، ايضا ملف التلي بنعيده للسباق. فالزحام موجود، لكن احنا مش بنفقد لكن الأمل. الطعام بمفهومه ما دخلش حتى الان ضمن هذه الملفات لسه. بس عايزه اقول لحضرتك ان في مستويين للتسجيل، في مستوى على مستوى اليونسكو وفي مستوى وطني، ان احنا نعمل ارشيف للدوله. ارشيف للدوله في كل بقى الاطعمه اللي موجوده بطرقها، بالوظائف الاجتماعيه بتاعتها، بالمعاني الثقافيه، بالادوات اللي بتستخدم. ثم نصعد كل سنتين عنصر من القوائم الوطنيه. الحقيقه انه لازم يكون في اهتمام بالقوائم الوطنيه. لازم يكون عندنا ارشيف قوي للتراث الثقافي غير المادي، منه الاكل ومنه الحرف ومنه الممارسات الفنيه ومنه العادات والتقاليد، منه فانوس رمضان، منه حاجات كتير جدا. مصر الحقيقه ليها تراثها يعني اكبر من قدره المنظمات الدوليه على التسجيل. يعني احنا لازم يكون عندنا ارشيف، وده اللي بيحصل في كل دول العالم، يكون عند حضرتك ارشيف قوي جدا ثم تصعد كل سنتين عنصر منه حاجة الى اليونسكو. طيب بمناسبه الكلام ده، الكشري مصري ولا هندي يا دكتور؟ طيب ده سؤال مهم جدا، وانا الحقيقه بشكرك عليه لانه بيفتح لي فكره ان انا اوضح حاجه. التراث بطبيعته بيتحرك ما بين الشعوب، وفي قاسم مشترك.
يعني نقدر نقول ان عندنا التحصيب لكن موجوده لعبه شبيهه ليها في اثيوبيا وايضا في موريتانيا، وجاي لنا طلب انه ينضموا معانا ايضا ليبيا للتحصيب. ليه؟ لان التراث ما هوش جامد، هو بيتحرك طول عمر، الشعوب بتتحرك من مكانها. كان زمان الرحاله والرحلات، وكانت رحلات التجاره ثم رحلات الحج، فالتراث متحرك. وفي نظريات كتيرة يعني مش مكان ان احنا نتكلم فيها ازاي التراث يكون موجود في اكتر من مكان، لكن في بصمة خصوصا بقى حضرتك موضوع الاكل ده، في بصمة انا دايما بقول في بصمة تراثية زي ما في بصمة وراثية. يعني الكشري ممكن يكون في مصر، ممكن يكون في الهند، لكن اكيد اكيد هو له طابع مميز في كل دولة. صحيح. وله مكونات ممكن تختلف شوية. صحيح. يا أخي إحنا في الأكل بالتحديدا لو اتنين عملوه كل واحد بيعمله بطريقة أكيد. وكل واحد، وإحنا دايما نفس. نقول في نفس ها؟ أي أي في نفس في الأكل، فهو طعمه مختلف. طب إحنا أثبتنا الكشري المصري مختلف عن الكشري الهندي إزاي ولا ما أثبتناش؟ يعني ده سبايسي أكتر، ده في مثلا حمص، في ورد، في مش عارف، في حاجات عناصر تانية ولا ما فيش الكلام ده؟ بالتأكيد هو في اختلافات، لأن زي ما بقول لحضرتك كل ثقافة بتضيف من عندها من مكوناتها، حتى من البيئة، الجو، المناخ، احنا بيطلع عندنا بصل، هم بيطلع عندهم ثوم. فإذا البيئة مؤثرة، العوامل الاقتصادية مؤثرة، الممارسات الاجتماعية مؤثرة. صحيح. مؤثرة أيضا. يعني طبقة جوه المجتمع، أنت ممكن حضرتك تقول أنه داخل المجتمع في أكلة، بس الأكلة دي منتشرة ما بين طبقة معينة ومش منتشرة. صحيح. أو منتشرة في المنوفية ومش منتشرة في أسوان. صحيح. فهذا التنوع على مستوى الدولة موجود، على مستوى العالم موجود، ما بنتخضش خالص. أنا شخصيا كمتخصصة أنا ما بتخضش من وجود العنصر في أكثر من دولة. صحيح. لأن دي طبيعة الإنسانية. حتى لو كان البتاو أو العيش الشمسي يا دكتورة، أعتقد ده مصري مصري يعني، ما فيش كلام بقى ولا موجود شبيه ليه؟ مصري مصري مصري، وممكن يكون في حاجة شبيهة ليه في تشاد. ممكن ما يتزعنيش، المهم ان هو بتاعي وان هو عندي. ولذلك الاتفاقيه بتقول لحضرتك سجل وقول الكشري في مصر وما تقولش الكشري المصري. طب نصيحه، انت لا الجهه تملك ولكن انت بتمارس. الجهه هنا نعمل ايه علشان نبقى جاهزين؟ اخر يعني روشته كده من حضرتك، نعمل ايه علشان نتقدم لنسكو؟ ان احنا ننزل فريق من قبل وزاره الثقافه توثق الكشري الناس، لان ده ملوخيه، العيش البتاو، الفول والعيش الشمسي. على فكره احنا عندنا قوائم حصر ولكنها اوليه موجوده في مصر وكذا جهه جمعتها، بس احنا عايزين نعمل بحث معمق ونشوف توزيعه على خريطه مصر موجود فين. كل عنصر، العيش الشمسي موجود في الجنوب، والبتاو موجود فين، والمرحرح موجود فين. هذا التنوع لازم يكون. وعلى فكره وزاره الثقافه مثلا اصدرت من اكثر من 10 سنوات اطلس عن الخبز، توزيعه في مصر ازاي جغرافيا. صحيح. بادواته، بطرق العزم، بطرق الخبز، باستخداماته. واحنا اكتشفنا ان في تنوع شديد في الخبز. صحيح. في مصر يعني احنا ما عندناش عيش واحد. يا جماعه احنا دوله ليها اطلس في الخبز بس. بنشكرك يا دكتوره. احنا يا فندم بلد عظمى ثقافيا. طبعا. لا سنتين دي مش هتنفع معانا يا دكتوره، لازم نحرك الموضوع. ولذلك ساعتزم وزاره الثقافه ان شاء الله ان احنا ندرشن ارشيف وطني قوي، واحنا نعول على حضرتك وعلى الاعلام وعلى خبراء الاثار زي ما حضرتك مستضيف. صحيح. وعلى اساتذه التغذيه معانا. صحيح. صحيح. وعلى اساتذه المناخ وعلى الزراعه معانا. كل ده لازم يبقى جهد وطني مشكور. مصر تستحق ان يكون لديها تراث، ارشيف قوي للتراث الثقافي غير المادي. شكرا ليك يا دكتوره. دكتوره نهله امام، خبيره التراث الثقافي غير المادي باليونسكو، شكرا جزيلا لحضرتك.